بتاعت تذاكر نفسه يا فندم، هو ده اللي يعني الناس بتتكلم عليه. انت 10,000 تذكره متوزعين، الجمهور مش لاقي مكان يشتري منه التذاكر. طب رايح وعايز يخش الملعب، فين المشكله؟ كانت هنا الناس عايزه تعرف ايه السبب في كده، التذاكر اتوزعت ازاي. لا لا، هي مش المشكله دي خالص. انا معلش مع احترامي ليك، لان انا كنت ما شفت برضه وحاجات وكله، ما كانتش المشكله دي. لكن المشكله برضه لما تعمل انت يعني، انا سايبها تحيات النيابه، لكن لما تيجي تعمل انت باب واحد عشان يخش منه الناس، يعني بيبقى عمليه صعبه. انا يعني استمحك عذرا، يعني خليني انا هقول لك الاسباب دي كلها لما تحيات النيابه تخلص. انا بسأل حضرتك، نادي الزمالك وزع التذاكر امبارح ازاي؟ يعني اعضاء النادي اللي هم الاعضاء الاولمبي وموجودين كل مره، ال 5,000 هم اللي هيروحوا يحضروا؟ لا لا لا، مش 5,000 ولا حاجه. توزعت تذاكر، وتوزعت تذاكر في الاستاد، وتوزعت تذاكر بره. بدليل يا سيدي، ده في ناس من اللي استشهدوا كان معاهم تذاكر في ايديهم. انا بقول لك كان في ناس امبارح معاهم تذاكر مش عارفين يخشوا، معاهم تذاكر، مش معاهم تذاكر. ما كانتش انت احنا كنا ايام قبل 2011 كنت انا نفسي بمشي نقف مثلا من هنا لاخر الدنيا، طابور ماشي رافعين، معرفش التذكره لو تفتكروا في ايدينا كده، والحصينه جنبينا بتاعه الداخليه، كنا بنخش. حصل ولا ما حصلش؟ وامبارح الناس اللي في ناس كتيره جدا من اللي استشهدوا، وفي ناس كتيره قوي ما دخلتش، كان معاهم تذاكر. مش ما كانش العمليه كلها، انا بقول لك كان الدخول نفسه والحاجه، والله اعلم هل في حاجات تانية ولا لا، اجي هتبان في النيابه.